لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بين الناس من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف يؤتيه أجرا عظيما فسوف يؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا عظيما مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم نوله ما تولى ونصله جهنم نوله ما تولى ونصله جهنم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم نوله ما تولى ونصله جهنم من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا مأويهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا مأويهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا 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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ولا أماني أهل الكتاب ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ولا نصيرا من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا إبراهام حنيفا وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا إبراهام خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا بكل شيء محيطا بكل شيء محيطا بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء في النساء في النساء قل الله يفتيكم فيهن فيهن يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط لليتامى بالقسط لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا أن يصلحا بينهما صلحا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا أن يصالحا بينهما صلحا وإن امرأة خيفت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا أن يصلحا بينهما صلحا نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا خبيرا.
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين بآخرين إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا